صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم، صدق الله الكريم، صدق الله البر الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والشاكرين ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك ما حمدناك حق حمدك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك عادتك، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. فلك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد تمام الرضا، ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا شرائع الإسلام وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس فيه التباس، وخلعت علينا خلعة الإسلام الذي هو خير لباس. ولك الحمد على ما يسرته لنا من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن غضبك ومقتك ساترا وحجابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وإلى أوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فأوجب لنا بتلاوة كتابك العزيز الشرف والمزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا قائدا إلى الخيرات وقائدا لنا إلى الجنات وطريقنا إلى بلوغ أعلى الدرجات ووسيلتنا إلى حصول الكرامات ووسيلتنا إلى بلوغ الأمنيات ووسيلتنا إلى بلوغ أعلى المراتب والمقامات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وايقظنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وعافية وسلامة وعفو وغفران وعتق من النيران وراحة وسرور وحبور وهناء وراحة بال اللهم اجعل حظنا من ذلك وافرا ونصيبنا كبيرا وما أنزلت فيها من شر وبلاء وداء وسوء وفتنة فاصرفه عنا وعن الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مجيب دعاء السائلين، ويا قابل التائبين، ويا راحم الضعفاء والفقراء والأرامل واليتامى والمساكين، اللهم اغفر لنا بكرمك أجمعين، وتب وزك واعف عمن يقول آمين، يا خير المسؤولين يا الله. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، ومن الحلال مرزوقين، وعن غيره معصومين، وفي الجنان منعمين، وإلى وجهك ووجه نبيك ناظرين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا، لا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات سبيلا. أثبنا اللهم على تلاوتنا وصلاتنا وصيامنا هذه ثوابا جزيلا وأجرا عظيما، وتقبلها بمنك وكرمك وجودك وإحسانك قبولا حسنا مباركا جزيلا. اللهم يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وامحو الذي كان منا، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أسدى إلينا معروفا ولمن وصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن وصيناه بدعاء الخير ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت الجنازل والتراب وحدنا اللهم من لنا إذا غسلنا أهلنا اللهم من لنا إذا كفنونا اللهم من لنا إذا وضعونا في القبور وحثوا علينا التراب وأغلقوا علينا الباب اللهم كن لنا وكن معنا اللهم كن لنا وكن معنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم املأ علينا قبورنا بالنور يا نور النور يا عالم ما في الصدور اللهم آنس وحشتنا في القبور اللهم آنس غربتنا في القبور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا دمرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا بيتا إلا أسعدته ولا بيتا إلا نورته ولا سائلا إلا أعطيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا داعيا إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أملا إلا حققته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا ونور قبورنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمالنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فكما بلغتنا شهر الصيام والقيام اللهم فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام وأيامه من أسعد الأيام وتقبل منا ما قدمناه فيه من الصيام والقيام اللهم تقبل منا ما قدمناه فيه من الصيام والقيام واغفر لنا اللهم ما اقترفنا فيه من الآثام وخلصنا اللهم من مظالم الأنام يوم لا يرجى فيه سواك يا علام يا علام